فضاء ياسمينة، اللي يسمع فضاء ياسمينة هو يفكر في نزل الياسمينة اللي هو نزل سياحي تكون في الستينيات شركة سياحية ساهمت فيها عدة أطراف منها بلدية الحمامات ساهمت بالأرض، وجاءت الفكرة لتكوين نزل تكونت شركة ساهمت فيها البلدية بالأرض، معناها تقريبا قطعة أرض مساحتها تفوق 2 هكتارات، وساهموا فيها أطراف أخرين منها شركة تونسية البنك، لوفيس دي سيريال، شركة ستار نتاع لاسيورونس. فتح النزل عام 1969، لكن معناها بمرور الزمن ويمكن سوء تصرف إلى آخره، في الأخر اضطر الوتيل باش يسكر. وبعد شنو اللي صار؟ هذا الإشكال اللي هو تو احنا قاعدين ندافع على القضية، لأن احنا كمواطنين متساكنين حمامات نحب نحافظوا على وحدة فضاء ياسمينة، لأن يبقى فضاء مفتوح للعموم، فضاء بيئي اجتماعي ثقافي. وسمعنا احنا كمجتمع مدني في شرمي اللي وقع التفريط في القطعة الأرض اللي هي تمتلكها الوكالة العقارية السياحية، اللي باعث عقاري اللي هو عنده مشروع يحب يعمل، معناه مش مشروع سياحي كما يقول، وش يعمل مشروع تجاري. قمنا بعدة تحركات منها عريضة شعبية، إمضاء عريضة شعبية، وقمنا في آخر شهر جوان بتحرك آخر هي وقفة احتجاجية قدام بلدية الحمامات اللي باش لتحسيس الرأي العام في قضية ياسمينة. احنا نحبوا الأرض هذه ترجع لبلدية الحمامات لتكوين لجنة لجعل الفضاء هذا متنفس لمتساكني وزوار مدينة الحمامات. يستعملوه في حاجة تنفع البلاد خير من اللي تقعد هكيك لا مستغلة لا حتى شيء. الله مصلي على النبي على ياسمينة وعلى خدنارها وعلى خدمتها ولا جريتك الرجال، الله مصلي على النبي. ماذا بينا تولينا خير من اللي كانت ياسمينة، واش خصنا؟ سيب ياسمينة، اي سيبها، شكون أخوها هو؟ نحب تولي فيها معناتها بارك، في برشا حاجات، سينما، تيرانات فوت، تنس، مسرح، معش برشا حاجات نجموا يعملوا فيها، عندهم المساحة لازم يستغلوها بالكدا. نحبوا القطاع هذا فقط يقعد لنا احنا الحمامات، يعملوا فيه حاجة لولاد الحمامات. احنا تشوف القطاعات كل خواص، كلها بريفي، في الاوتيل ما تنجمش تمشي، في كذا ما تنجمش تمشي، على الاقل يخلونا هذه برك، يعملوا فيها انفستيسمون ويخلوها البلدية ملك حمامات وتحكوا فيه بلدية الحمامات ويتمتعوا به مولي الحمامات. احنا في الشتاء ما عندناش هنا، ما عندنا حتى متنفس. ياسمينة تقعد باقي يقول ياسمينة. تقعد هكيك اوتيل بالرسمي على خاطر بيسيل كيفاش شو مش يعملوا فيها بيسيل. انا متضرة معناتها من اللي تسكرت، خاطر كان راجل يخدم غادي خدم 23 سنة، يعني تضرينا برشا. مشروع القرن بالنسبة لي أنا، على القرن 22 مش حتى 21، الأوبجيكتيف عالي برشا لفوق. فما كالطفلة اللي بشتروها 5 متاع العشية من المدرسة، في عرض لها أبوها المولدي، عمك المولدي مثلا الفري البناء، يطلع بنته يعرض لولده في الكوليج تاع الشابي مثلا ولا تحرير، واحدة عندها كلوب رسم وهو عنده نادي سباحة ناتاسيون، يستناهم غاديك عنده الحق هذاك باش يتمتعوا أولاده في القرن اللي جاي القدام المستقبل بتاعنا. نتمنى يكون فيها بيبليك باش نهار آخر ولدك وولدي والناس كل يمشيوا يتفسحوا فيها وتكون حاجة خضرة للبلاد، فهمتني؟ خضرة للبلاد معناها سي بيبليك.